طحين وسمن وسكر مكونات أساسية في الحلويات العربية التي تستهلك لطهيها كميات من الغاز أو الكهرباء، وهما مادتان ارتفعت أسعارهما كثيراً في ظل أزمة الطاقة في أوروبا. نعمل المعمول مثل هون ما في ورانا، نعمل المعمول البرازة والغريبة والعجوة. السمنة عنا كتير غليت بالحرب اللي صارت بأوكرانيا، تضاعفت أكثر من الدبل، وفينا نيجي كمان للكهرباء والغاز كمان كله تضاعف، فصرنا نلاقي صعوبة كتير بالنسبة لكيف نحن بدنا نبيع موادنا، لأن نحن كمان بنبيع بأسعار الجملة. المكونات الأساسية للحلويات بلا استثناء قد ارتفعت أسعارها بشكل كبير في فرنسا، فرغم تراجع طفيف في نسب التضخم عموماً إلا أن أسعار المواد الغذائية تحديداً واصلت الارتفاع. بالتأكيد الأسعار ارتفعت بشكل كبير في المطاعم وحتى اللحوم الحليب والمنتجات الأخرى. صار في زيادة منيحة، الدولة حاولت تحد، لكن هون بظن مو كل المحلات عم تلتزم، أو هي ماني متأكد إذا هي مضطرة تلتزم. هي أنت إذا وقفت بتغريك منظرها مغري جدا، وخاصة لما نحن بنكون هون وبنشوف الحلويات العربية بنحس إنه يعني كأنه مالنا غربة أو بغربة، بس الأسعار غالية. أمام زيادة أسعار المواد الغذائية رصد معهد الدراسات الاقتصادية إنسي تراجع استهلاك الأسر الفرنسية للحبوب والحلويات إضافة إلى الفاكهة والخضروات، مع تراجع أعداد زبائن المطاعم وتوجه الكثير منهم إلى المأكولات المعلبة والمفرزة. تعهدت الحكومة الفرنسية بتثبيت أسعار سلة الغذاء الأساسية، تعهد صعب التحقيق لأنه يصطدم بارتفاع أسعار السلع المستوردة، ليبقى التضخم عاملا ضاغطا على كاهل المواطن الفرنسي. أزغري بوسكانوز عربية، باريس.